شاركنا عبر الهاتف القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أهلا بحضرتك معنا وكل عام وحضرتك بخير. أهلا بيك وكل سنة وانتم طيبين. يعني في الحقيقة أمور إحنا اعتدناها بنشوفها كل سنة، لكن طبعا في ظل الجائحة بيكون في وضع مختلف وإجراءات جديدة. إزاي كان الاحتفال في الكنائس المصرية في ظل كورونا؟ الحقيقة طبعا الأمر مختلف السنة دي خالص. يعني إحنا السنتين اللي فاتوا كنا بنصادف كاتدرائية ميلاد المسيح، السنة دي الأمر عشان موضوع وباء كورونا بقى في ثلاث مستويات. يعني مثلا قداسة البابا تواضروس مع عدد محدود جدا من الآباء المطرنة والأسقفة والرهبان والشمامسة، عدد صغير خالص في دير الأنبا بشوي في المقر البابوي، صلى قداس العيد هناك. وطبعا اتذاع على كل القنوات علشان القاهرة واسكندرية يعتبروا ما كانش في حضور شعبي، لأن كانت كل كنيسة قاصرة على كهنة الكنيسة وشمامستها في عدد يعني محدود خالص ما يوصلش أكتر من 20 واحد. بينما الإبرشيات بقى كانت كل حاجة على حسب المنطقة بتاعتها، كل أب أسقف كان بيشوف الوضع الصحي في المنطقة بتاعته وبيحدد على أساسها عدد الحضور شكله إيه. كل دوت الحقيقة كان برضو ملتزمين بالتباعد الاجتماعي والإجراءات التطهير وكل مرتدي الكمامة بتاعته، وربنا يعدي الأيام على خير ان شاء الله. طيب انا كمان في موضوع مهم عايز اعرف يعني راي حضرتك فيه وازاي تابعته، وهو مدلول التهنئه اللي وجهها الرئيس السيسي مش بس للمصريين ككل بمناسبه العيد، لكن كمان للبابا تواضروس، وكان في حتى رد كمان من البابا تواضروس من خلال الفيديو كونفرنس. ازاي حضرتك تابعت هذا؟ الحقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ارسى عايز اقول قواعد مهمه جدا فعلا لبناء دوله المواطنه. يعني مثلا هو كان بيحرص ان هو يجي ويهني قداسة البابا بنفسه في القداس، سواء في الكاتدرائيه اللي هو في العباسيه او في كاتدرائيه ميلاد المسيح. والحقيقه ده كان اول رئيس يعمل العاده ديت او يعمل اللفته الجميله ديت. ولما السنه دي ما كانش فيه فرصه ان هم يتقابلوا يعني، فاصر برضه الرئيس عبد الفتاح ان هو يكون عن طريق الفيديو كونفرنس. الحقيقه كان اللقاء اكثر من رائع وودي جدا، ويكفي فيه بس انه بيرسي نوع مهم جدا ان مصر كل مصري. بالتاكيد طبعا. طيب بمناسبه الاجراءات كمان، هل في اي زياده او تقليل او متابعه للاجراءات الاحترازيه في الفتره القادمه؟ يعني بعيدا حتى عن الاعياد، هل في اي اجراءات قادمه المفترض ان انتم هتعملوها او هتتخذوها؟ احنا علقنا معظم الانشطه، يعني احنا علقنا كل انشطه الكنيسه بكل خدماتها. يعني دلوقتي احنا حاليا دلوقتي لغايه اخر يناير القداس بيبقى فيه خمسه سواء كهنه او يعني كهنه وشمامسه فقط لا غير، فالعدد صغير خالص، فما فيش حضور شعبي في القاهره واسكندريه، ونفس الامر على حسب كل منطقه بالنسبه لباقي الجمهوريه. طيب كل عام وحضرتك بخير مرة تانية، بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا. القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، شكرا جزيلا لك.